السلام عليكم ورحمة الله، وتحية طيبة لكل المتابعين الكرام. أحبابي، الكثير يسأل عن سبب خسارة المشتركين في قناة اليوتيوب على الرغم من عدم إلغاء المشتركين لاشتراكاتهم. إن شاء الله بهذا اليوم حنركز على هذا الموضوع ونبين الأسباب الرئيسية وراء ذلك. وبداية، لا تنسون دعمنا بالاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. هذا الفيديو بالتعاون مع التقني إبراهيم مهدي وقناته على اليوتيوب قناة إبراهيم مهدي، واللي تقدم شروحات متميزة بالمجال التقني. أتمنى منكم أن تزورون قناته، رابط القناة حتلقوه أسفل الشرح. إذا كنتم تدخلون على اليوتيوب من المتصفح، فقد تكونوا لاحظتم رسالة جاءت من اليوتيوب ومفادها تقول: قد تلاحظ انخفاض كبير في عدد المشتركين في قناتك نتيجة إزالة المشتركين غير الشرعيين منها. هذه الرسالة بدأت بالظهور أول مرة نهاية العام الماضي، ومن ذلك الوقت تم تطبيق قوانين اليوتيوب الجديدة حول القنوات الصغيرة والكبيرة. والسبب أن يوتيوب تقوم الآن بإزالة الحسابات المغلقة والمشتركين غير المرغوب فيهم، واللي يقصد بهم يعني يقصد بهم اليوتيوب اللي تم اكتسابهم عبر وسائل اصطناعية، مثل شراء المشتركين عبر خدمة تجارية. فالآن حيكون هناك خطر حذف جميع المشتركين اللي يكونوا قد انضموا للقناة بدون أن يتابعون القناة أصلا، يعني خلال عملية تبادل الاشتراكات وغيرها. ومن الممكن أيضا أن يصل الموضوع أكبر من هذا إلى حد الإنذار أو غلق القناة. اليوتيوب حاليا تطلب من أصحاب القنوات تقديم محتوى متميز حتى يجعل الآخرين يتابعون ويشتركون بقنواتهم. ومثل ما تلاحظون إذا دخلتوا الآن على اليوتيوب وعلى قسم المعلومات اللي تخص هذا الموضوع، تلاحظون مثلا يتم تحديث عدد المشتركين بلوحة تحكم الإصدار التجريبي من استوديو يوتيوب وبتطبيقه المتوافق مع الأجهزة الجوالة بالوقت الفعلي تقريبا. يعني لما يكون هناك حذف للمشتركين أو إضافة مشتركين، راح تقدر تلقى المشتركين المحذوفين أو اللي راح ينضافون جدد خلال 24 إلى 48 ساعة. أما موضوع إزالة الحسابات المغلقة والمشتركين غير المرغوب فيهم، فيبين لك شنو هي الحسابات المغلقة وشنو هم المشتركين غير المرغوب فيهم، واللي هم المشتركين اللي كما ذكرنا تكسبهم عبر وسائل اصطناعية مثل شراء المشتركين عبر خدمة تجارية، حيث اكو بعض المواقع يعني تقوم بإعطائك مشتركين بالمئات بالعشرات حسب نوع يعني الخدمة، ولكن هؤلاء يعني ما راح يكونون متفاعلين مع قناتك، لذلك اليوتيوب حتحذفهم بالوقت اللي تسوي تضبيط او تشيك على قناتك. فأصدقائي، إذا مثل ما تشوفون بهذه القوانين الجديدة يحتاج أن يكون القناة محتوى القناة متميز وغير يعني مشترى من مصادر أخرى، يعني مشتركين من مصادر ثانية، مصادر غير شرعية، وإلا فسيتم حذف القناة مع كل الأسف، وراح تخسر كل تعبك بإنشاء هذه القناة. إذن إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، تعرفنا بها على سبب خسارة المشتركين وسبب حذف القنوات. إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار حول الموضوع، اتركوا بخانة التعليقات وإن شاء الله نرد على جميع الأسئلة. أتمنى منكم أيضا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لمزيد من الشروحات. وإذا كان لديكم أي سؤال مثل ما ذكرت، تركوا إن شاء الله حنرد على كل الأسئلة بحول الله، حتى وإن تأخر الرد بعض الشيء بسبب الانشغال. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.